فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. السلام عليكم. قال رحمه الله: أيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا نوع آخر من أنواع التشبه، وهو التشبه في آلة الذكاة، لأنه يشترط في الحيوان المأكول الذكاة، فكلوا مما ذكر إلا ما ذكيتم. قال تعالى: إلا ما ذكيتم، كلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالذكاة لها شروط، لها شروط، أحدها أن يكون الذابح من أهل الذكاة، بأن يكون مسلما أو ذميا. الثاني الآلة، أن تكون آلة حادة لها مور في البدن تنهر الدم، لا تكون آلة مثقلة أو آلة سالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالآلة شرط من شروط صحة الزكاة، فلو ذكي بغير آلة كالضرب والخنق، لهذا قال: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ثم قال: إلا ما ذكيتم، فدل على أن ما مات بغير زكاة، وهو مما يشترط له لحله الزكاة، أنه لا يحل، أنه ميتة. وكذلك من شروط صحة الزكاة ذكر اسم الله، ذكر بسم الله، بسم الله عليه. والشرط الرابع أن تكون الزكاة في محل الزكاة، وذلك بقطع المري والحلقوم وأحد الوديجين، أو قطع الأربعة كلها، الوديجان والمري والحلقوم، أو قطع ثلاثة من الأربعة، أو قطع ثلاثة من الأربعة. هذه هي شروط الزكاة، والذي يعنينا منها هو الآلة. فيشترط أن تكون آلة حادة من أي مادة كان، من حديد أو من قصب أو من خشب أو من حجر، تقتل بشقها للجلد وإنهارها للدم، ولا يستثنى من ذلك إلا هذان المذكوران في هذا الحديث: السن والظهر. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وسأحدثكم عن ذلك، يعني سأبين لكم وجه المنع من السن والظهر في الزكاة. قال: السن فعظم، فدل على أنه لا يحل الزكاة بالعظام بجميع أنواعها، وليس قاصرا هذا على السن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل المنع من الزكاة بالسن لكونه عظما، فيشمل هذا جميع العظام، فلا يجوز التذكية بالعظم ولو كان حادا، ولو كان يقطع الجلد والأوداج، لا تجوز الزكاة بالعظم حال من الأحوال. والثانية الظهر، ظهر الإنسان وظهر الحيوان، وإن كان حادا وإن كان يقطع الجلد فلا تحل الزكاة به، فيعم جميع الأظفار لا يذكى بها. والعلة في ذلك أنها مدى الحبشة، هذا وجه الشاهد من الحديث. والحبشة كفار نصارى، نحن منهيون عن التشبه بهم والزكاة بآلتهم ومداهم.